عسلامه. اليوم باش نشوفو كيفاش نجمو اون اوبتيميز لا باليت دو سان فار نتاعنا. اذا كان عندنا اون باليت كبيره كيما هكا وفيها الوان تنجمو يظهر لكم انتوما ما تنجموش تستعملوهم سوا ترو فلاشي سوا غامقين برشا ولا يظهر لكم اللي صعيب عليكم باش تستعملوهم. سي تري فاسيل. اذا كان ثما باغ اكزومبل ان فار كيما هكا ولا كيما هذايا اللي تستصعبوا باش تستعملوه ان فار بوبيير على عينيكم، تنجمو جوست تستعملوه ان راتسيل انفيريور. تنجمو باغ اكزومبل تاخذوا لو فار بلو الكتريك هذايا افيك فوتر بانسو بلا ولا استومبور ولا بريسيزيون، وتنجمو تحطو sur votre ras de cils inférieur ou hakea tajmou vous optimiser les couleurs li dharlim barcha ou ma yedhar lkom sa3b bach testamlouhom en fard à paupières. Donc tajmou testamlouhom en association avec les crayons de la même couleur ou illa tajmou tkhaltou akhdar ma3 azraq ou la rose ma3 akhdar etc pour donner de nouvelles couleurs et de nouvelles possibilités. Tajmou par exemple تستعملوا لو فار لو مارون غامق، تنجمو تستعملوه باش تغمقوا لي سورسيل نتاعكم كيما هكايا. تنجمو تعملوا لو كونتورينغ بها زادا، دونك تنجمو تاخذوا لو فار مارون لو بلو فونسي و تنجمو تعملوا دو كونتورينغ. دونك تحطوه اي فوز استومبي بالكدا لو فار مارون فونسي بور دوني ان افي دو فيزاج سكولتي. تنجمو حتى تستعملوا لي فار الفاتحين، تنجمو تستعملوهم كهايلايتر. دونك تنجم تاخذ لو دوري هذايا الفاتح وتستعملوا هايلايتر comme ceci. Donc kima chofna najmou nestamlou les fards les plus flashy en ratcil inférieur, najmou nkhaltouhom avec les crayons terna de différentes couleurs, najmou testamlou les fards marron lghamqin bach tghamqou hwajemkom bach tamlou du contouring, najmou testamlou les tons de rouille de bronze kima le bronzer. تنجمو تستعملوا المارون الغامق pour faire du contouring. تنجمو تستعملوا لي فار الفاتحين dans les tons de doré rose clair كيما الهايلايتر. فوالا كيفاش تنجمو تستعملوا لا باليت نتاعكم 200 كولور الكلها من غير ما تخليو دي فار وتستعملوا اخرين. اذا كان تحبوا تشوفوا دوتر فيديو نسيتي با نو لو ميتر ان كومونتير. ما تبقى لي كان نقولكم بسلامه.